ما شاء الله تبارك الله أبو ثامر سم الله حدوه، كم عندك من صنف فلفل وطماطم؟ طماطم الحين المنتج 24 صنف. حلو. والفلفل طال عمرك حوالي الحين 18 المنتج. طيب كل اللي تنتجه في المزرعة مو بهالحين؟ نعم. كم؟ اللي بينتج مستقبلا تقريبا الفلفل بيصل حوالي 40 والطماطم تصل حوالي 35. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذول يعتبر من عائلة الهلبينو، فبألوان الشوكولاتة والأصفر والأحمر والعسلي والأصفر الفاقع والأحمر الكبير، وعندنا فلفل الوردة هنا، عندنا الكرزي الأحمر، عندنا التايلندي بثلاث ألوان أصفر وأحمر وبرتقالي، برضو الليموني هنا والملك الأسود والجمايكا الأصفر والبرتقالي والأحمر، عندنا فلفل الديكور هنا. والفلافل هذه؟ هذا البارد، عندنا الكريمي والأصفر والبرتقالي والأحمر، عندنا الطرشي برضه الأصفر والأحمر موجودة، وعندنا الكم الهائل من الشريات هنا. وش أنواع الشري؟ الشري الأصفر والأحمر الدائري، وعندنا التايجر الكبيرة، وعندنا البلح الأحمر، عندنا العسلية الحمراء والعسلية الصفراء، عندنا البلاك التوميتز، وعندنا طال عمرك الخضراء والصفراء والكمثراء والفراولة، وعندنا جزء من الخضار الفاصوليا والباذنجان. الباذنجانات تقريبا حوالي 6 إلى 7 أصناف، نجيب لنا جزء من